نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسما توضيحيا يسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على المناطق غير الآمنة لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة. أبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير المناطق، لافتا إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها بشائر الخير والأسمرات، ما أسهم في انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة.